قبل أسابيع كانت الانطلاقة لحملة موسعة لمنطقة متخمة بالمخالفات لتشهد اليوم اختلافا عما كانت عليه، تضافرت معها جهود حكومية أغلقت فيها محلات وأخلي سكن وقطع تيار وهدمت أسوار ومظلات مخالفة في جلب شيوخ. تم غلق 120 محل، تم قطع التيار الكهربائي عن 43 عقار، تم رفع 10,000 طن من مواد إنشائية ومهملات، تم إزالة 223 مظلة تجارية داخل الجليب، تم ضبط 140 بائع جائل وأحيل إلى الأبعاد، طبعا إزالة 2 طن مواد غذائية تم إتلافها، وكثير من هذا من الأرقام. اليوم حتى الإخوان يعني حتى الإعلاميين اليوم لاحظ الفرق من يوم ما تكلمنا ببدء الجولة إلى اليوم، هناك فرق كبير في المنطقة. 3 أشهر كافية لتقييم وضع تصور متكامل لتبدأ معها مرحلة وضع خطة تغيير الجليب من حال إلى حال يجعل منها آمنة نظيفة ضمن رؤية جديدة. 3 أشهر القادمة راح يتم دراسة النتائج وتقييمها، ومن ثم وضع خطة أخرى بعد 3 أشهر. بهذه 3 أشهر إن شاء الله راح نضمن غلق 2700 محل، غلق إداري الكامل، ونتأكد بعدم عودتها. راح يتم قطع التيار الكهربائي عن بعض المنازل التي تستغل مطابخ مركزية وحدادة ومصانع داخل منطقة الجليب. الإخوان في وزارة الكهرباء راح يكونون أيضا متواجدين معنا في آلية سرقة الكيابل من المنازل واتخاذ إجراءات القانونية بحقها. الحملة شملت عددا من القطع السكنية وبوجود جهات 5 أمنية وبيئية وبلدية وأشغال وكهرباء وماء، بسطت بالقانون تنظيما وعالجت مشاكل ومخالفات لتتواصل مع إجراءات التطوير. هكذا بدأت أزقة وشوارع منطقة جليب الشيوخ، تلك المنطقة المنكوبة التي يسكنها أكثر من 250 ألف وافد وسط عشرات الأسر انتفضت لها جهات حكومية لانتشالها من الفوضى. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.